يدعي بعض الناس أن ابن لادن هو المهدي المنتظر، هو المهدي المنتظر، ويلقبونه بأمير المؤمنين، فما توجيهكم لذلك؟ هذول هم الشياطين، هذول هم الشياطين. ابن لادن شيطان خبيث، ابن لادن شيطان خبيث خارجي، لا يجوز لأحد أن يثني عليه، ومن أثنى عليه فهذا دليل على أنه خارجي مثله، من أثنى عليه فهذا دليل على أنه خارجي مثله.